صباح الخير والسلام عليكم. لا فيديو هذه درتها ديجا ونعاود نديرها وجوست باش نقول مساهل عنده الحق كي قال المغرب تبيض الاموال تاعها. بون عندي دو فيديو راح نوصيهم، وحده اللي تقول باللي محمد السادس زامل يتبع الرجال وباباه قتل صاحبه، وعندي هدية وعندي نطخ فيديو تاع وليدو كي كان في عمره 3 سنين كانوا عنده 3 مليار. من أين له هذا؟ خدم عليهم لكم رخاص. هذا حشيش مغربي كتامي دايره علينا الدوله باش كنتكيفو وكنلبدو، كنساو حقوقنا، كنساو نفوسنا، كنساو ريوسنا. كاين اللي كيبقى كبير كينسى كيولي يدير العيا كيسحبوها اخواني هو عا تما جوانات من السينو فراسو.
ولكن هذيك ما هي مزيانه ولا كيقول لك هذه علويه. الله الله. العلويه هي الدرجه الاولى من الكمايه. هي اللي كتباع في امستردام. هادي ما عرفتش كيفاش كتمشي مرخصه من هنا حتى لامستردام. هادي قيمت كيلونز ديال اللحم. عشاء عائله وغدا عائله سيمانه. ولكن حنا كنفضلوا نعمروا الراس ونكلخوا الراس باش ما نبقاوش نفكروا وما ندويوش على الامور اللي كتهمنا، باش ما ناكلوش بصراحه، باش ما ناكلوش الزرواطه وما نمشيوش للاعتقالات. هذا هو التفكير ديالنا. والدوله كتقول لك خصهم يبقاو مكيفين ومثقلين الدماغ باش ما عمرهم يفكروا في الامور اللي كتهمهم. واشي موجود غير هنا في درب السلطان وسباتها ولا في جميع انحاء الدار البيضاء؟ لا، في جميع انحاء الدار البيضاء. ما كاينش شي منطقه في الدار البيضاء ما فيهاش، ماشي في الدار البيضاء وانما في المغرب كامل، لان الناس العام المغربيه خصها كاع الشعب المغربي يذوقها. وكله يعمر راسه حتى واحد ما يدوي. ايوا اخويا كنشكركم والله يعفو عليكم والله ييسر الامور وحيد لنا. مازال مهتمين بالحشيش وكاينين وحدين اخرين اللي كيديروا الفانيل، كيبداو يجريسيو في عباد الله وكينساو حقوقهم. كيقول لك انا واعر، كيشوف بوليسي كيولي بحال طربيه، كيبان لي مواطن عالي كيضربوا بسيف. شكرا اخويا الله يعفو عليكم والله يقاد الاحوال الله يقاد. بون، راكم شفتوا لا فيديو. هذا مغربي هكذا، هذا ماشي مساهل. هذا مغربي يقول باللي انتوما يا مغربيين انتوما اكبر بلد مصدر للحشيش. الله كيما يقول لك انتوما على بالكم واش تسواو؟ علاش تلومو في مساهل؟ مساهل ما قال غير الحقيقة، والحقيقة تقال. هذا مغربي اللي قالها، وتشوفوا لي فيديو تاع المغربيين الاخرين تحلوا فمكم. السلام عليكم.